السلام عليكم. اذا فاتمنى ان شاء الله غنحاولوا نشوفوا كيفيه حل متراجعات تحتوي على اللوغاريتم النبيري. اذا حل في ار المتراجعه الالين ديال اكس ناقص 1 زائد الالين ديال اكس ناقص 4 اكبر او تساوي الالين ديال اكس زائد 4. اول خطوه دائما هي تحديد مجموعه تعريف المتراجعه. اذا لتكن دي مجموعه تعريف المتراجعه، اذا دي تساوي اكس كتنتمي ل ار. انا خصني نحدد شروط، يعني كونديسيون ديكزيستونس. اذا اول شرط ما بداخل الالين دائما اكبر قطعا من الصفر، اذا اكس ناقص 1 اكبر قطعا من الصفر، كذلك و اكس ناقص 4 اكبر قطعا من الصفر، و اكس زائد 4 اكبر قطعا من الصفر. اذا ثلاثه ديال الشروط، يعني ثلاثه المترجحات نحاولوا نحلوا هذه المترجحات. اذا اكس ناقص 1 اكبر قطعا من الصفر، يعني ان اكس اكبر قطعا من 1، وكذلك اكس اكبر قطعا من 4، واكس اكبر قطعا من ناقص 4. اذا هاد الشروط هادو كندير تقاطع ديالهم. اذا الا كانت اكس اكبر من 4 راه اكبر من 1 واكبر من ناقص 4، وبالتالي ف اكس كتنتمي ل ار. اذا اكس اكبر من 4، اذا هاد الشرط هذا اكس اكبر من 4 راه اكبر من 1 واكبر من ناقص 4. اذا ممكن نعبر عليها بمجال 4 زائد لا نهاية، المجال المفتوح لان اكبر قطعا من 4. اذا ليكن اكس عنصرا من مجموعة التعريف من دي. اذا الالين ديال اكس ناقص 1 زائد الالين ديال اكس ناقص 4 اكبر او تساوي الالين ديال اكس زائد 4. اذا كنعرفوا بان الالين ديال ا في الالين ديال زائد الالين ديال بي راه هو الالين ديال ا زائد الالين ديال ا في بي. اذا تكافئ هذه المترجحه، تكافئ الالين ديال اكس ناقص 1 مضروبه في اكس ناقص 4 اكبر او تساوي الالين ديال اكس زائد 4. اذا الالين ذو هذا التعبير اكبر من الالين ذو هذا التعبير، وبالتالي فما بداخل الالين اللي هو اكس ناقص 1 عامل اكس ناقص 4 اكبر من ما بداخل الالين اللي هو اكس زائد 4. اذا غادي نحاولوا نديروا النشر. اذا اكس في اكس هي اكس مربع، اكس في ناقص 4 ناقص 4، ناقص 1 في اكس ناقص 4 اكس، ناقص 1 في اكس هي ناقص اكس، وناقص 1 في ناقص 4 هي زائد 4. كذلك هاد اكس زائد 4 ندهم للطرف الاول، اذا اكس ترجع ناقص اكس وزائد 4 ترجع ناقص 4 اكبر او تساوي 0. اكس مربع ناقص 4 اكس ناقص اكس ناقص اكس هي ناقص 6 اكس، و 4 ناقص 4 0، اذا كيبقى لنا اكس مربع ناقص 6 اكس. اذا شنو غادي ندير دابا؟ خصني نحدد الاشاره ديال اكس مربع ناقص 6 اكس باش نحاولوا نشوفوا الحل ديال هاد المترجحه. اذا باش نحددوا الاشاره ديالها فغادي نحل المعادله، غادي ندير اكس مربع ناقص 6 اكس كتساوي 0. اذا تكافئ كنعملوا هنا باكس، كيبقى لنا اكس ناقص 6 تساوي 0. اذا تكافئ ان اكس كتساوي 0 او اكس ناقص 6 كتساوي 0 لان الجداء. اذا اكس كتساوي 0 او اكس كتساوي 6. اذا كندير واحد الجدول ديال الاشاره باش نديرو الحل ديال المترجحه. اذا عندنا اكس، او لا ممكن ندير مباشره اكس مربع ناقص 6 اكس، هذه حدوديه من الدرجه الثانيه، اذا عندها حلان
صفر ستة ناقص لا نهاية زائد لا نهاية. إذا القاعدة كتقول لنا خارج الجذرين عكس إشارة أو إشارة أ. إذا خارج الجذرين إشارة أ هي حنا عندنا أ كتساوي لنا واحد، إذا خارج الجذرين إشارة أ وداخل الجذرين عكس إشارة أ. إذا الحل ديال المترجحة إكس كتنزامي، حنا عندنا المترجحة إكس كاري ناقص إكس أكبر أو تساوي صفر، إذا إكس كتنزامي للمجال ناقص لنهاية صفر اتحاد ستة زائد لنهاية. وكذلك كنعرفوا بأن إكس كتنتمي المجال الدي اللي هو المجال أربعة زائد لنهاية. إذا حنا إلا بغينا نلقاو مجموعة الحلول خصنا ندير التقاطع ديال هاد المجالين بجوج، هاد المجال اتحاد هاد المجالين وهاد المجال هذا. إذا باش نوضح الفكرة نحاول نديرو واحد المستقيم مدرج ونمثلو فيه الحلول، ومن بعد نحدو التقاطع ديال المجالات. إذا عندنا صفر كاين كاين أربعة وكاين ستة. إذا المجال الأول هو المجال أربعة زائد لنهاية، والمجال الثاني هو المجال ناقص لنهاية صفر اتحاد المجال ستة زائد لنهاية. إذا صفر هنا داخل اتحاد المجال ستة زائد لنهاية. إذا حنا خصنا نحدو التقاطع ديال المجالين بجوج من خلال الشكل، كيبان بأن التقاطع هو المجال ستة زائد لنهاية. وبالتالي ف اس شنو كتساوي؟ كتساوي لنا المجال أربعة زائد لنهاية تقاطع ديال ناقص لنهاية صفر اتحاد ستة زائد لنهاية. إذا إلا درنا التقاطع ديالهم فكما كما عندنا في الشكل يجينا ستة زائد لنهاية.